السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم إخواني أخواتي، كيراكم؟ كلشي مزيان، أموركم هانية؟ مرحبا بكم خوتي كاملين في قناتكم أولين الإعلان. مرحبا بالخوت وخوات الجداد اللي تحقوا بالقناة. إذا خوتي أعزاء لك تحت، أنتم أول مرة غتشاهدونا، اضغطوا الآن على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الإعلانات وجديد الفيديوهات. إذا خوتي، أول شيء كنتمنى لكم جمعة مباركة والله يسهل عليكم إن شاء الله في هذا النهار. صليوا الاخوان، صليوا صلاه الجمعه وطلبوا الله، يعني ليه والله بزاف ان شاء الله يسهل لكم شي عمل يعني اللي كتقلبوا عليه والوظيفه المناسبه. اذا خوتي على بركه الله، غادي نشد لكم الاستماره ديال لافوا اكسبريس اللي طلبتوا مني بزاف. حاليا لافوا اكسبريس دايره حمله التوريف، بغيتكم الاخوان دابا ما تعطلوش، دابا ارسلوا طلبات، دابا عمروا الاستماره وصيفطوا طلب ديالكم، كونوا من الاوائل باش ان شاء الله البروفيل ديالكم يتقبل. لافوا اكسبريس اللي المقر ديالها كاين في مدينة الدار البيضاء 6. كنت بغيت نسجل البارح واحد الفيديو، يعني كنت في شركة ديال لافوا اكسبريس بالضبط في المقر ديالها، كنت بغيت تسجلت، يعني ماشي بغيت، يعني سجلت فيديو، ولكن للأسف ما التليفون عندي عامر، يعني ما تونغوجيستراش، دونك ماشي مشكل. غنحط لكم الآن الاستمارة، حاولوا تعمروا الله يجزيكم بخير، وإن شاء الله نحط لكم فيديوهات على المباشر ان شاء الله. شركات ديال لابروفون، مختبرات لابروفون، شركة لافوا اكسبريس، اس دي تي ام، ارامكس، هادو شركات كاملين راهم كيوظفوا سائقين، الناس اللي عندهم لي بيرمي دو كوندوي وعندكم تجربة، فيمكن لكم انكم تعمروا الاستمارة. اذا خوتي غادي نعمروا الان الفورمولير ديال لافوا اكسبريس. اول شيء غادي تمشيو للدومين ديموند، عفوا، دونك هنا كنلقاو ديموند سيليكسيوني، واش ستاج ولا امبلوا. دونك بالنسبه للاخوان والاخوات اللي بغاو يدوزوا لي ستاج، غادي تكوشيو ستاج الا كنتو، يعني بالنسبه للطلبه، حتى الطلبه راه كيخدموا، يقدروا يخدموا ستاج، غادي تكوشيو ستاج، ولا بغيتي تخدم امبلوا غادي دير امبلوا. كنلقاو تيب دو بوست ريشيرشي، الوغ غنديرو سيليكسيوني. هنا كنلقاو المجالات ولا التخصصات، هنا كتقلبوا الاخوان والاخوات المجال اللي بغيتي تخدموا فيه، المجال ديالكم. دونك هنا كنلقاو اشا اودي كونترول جيستيون اوت كوميرسيال فينونس كونتابيليتي لوجيستيك ماركتينغ كوميونيكاسيون ميساجري كاليتي ريكوفرمون ريسورس هيومن سيرفيس ابري فونت سيستيم دانفورماسيون تكنيك ترانسبور. اللي ما عرفش شي حاجه هنا يمكن لكم تخليو لي تعليق ان شاء الله غادي نجاوبو. الوغ بالنسبه للسائقين، نتوما غادي تختاروا ترانسبور، هاد الاخر غادي ديروا ترانسبور او لا ميساجري. دونك حنا من الاحسن ديروا ترانسبور، دونك ترانسبور متعلقه ب لا ليفريزون. غادي نكتبوا له الكنيه لونو، نديروا مثلا كابو لو برينو، لا سمحوا لي كاين لونو ما كاينش لو برينو هنا، فوالا كاين لو برينو، سمحوا لي اسمعوا كبر الشاشه. غادي نديروا لو برينو، نديروا رايان، غادي نرجعو شويه، غادي نلقاونا سيفيليتي، سيليباتير ولا ماغي، مزوج، مزوجة، عازبة، عازبة، دونك نديرو ماغي، ناسيوناليتي، غادي نديرو ماروكان، ولا ماروكان بالنسبة للبنات، فوالا، أدغيس، نديرو في مثال، نديرو لادغيس، نديرو حي محمدي غير المثال. نيميرو 6، نيميرو 7، سمحوا لي الاخوان على هاد شويه الصداع، انني خارج برا وبغيت نبارطاجي معكم هذا الاعلان اللي يلاه تحط غير هاد الصباح، يعني باش تكونوا نتوما من الاوائل. هنا كنلقاو لافيل، كنكتبوا المدينه ديالنا، لادريس ايميل، كنكتبوا نيميرو دو تيليفون، خليو لي سيرفي حتى نرجعو ليه. غادي نمشيو نزيدو شويه لليسار اللي من هنا، دونك راه تقدروا تعمروها من التليفون ولا من الحاسوب، عندكم الاختيار. سيفيليتي مسيو مادموزيل ولا مدام، نديرو مسيو، داس دو نيسونس، دونك كتبو لا داس دو نيسونس ديالكم، تقلبوها العام و الشهر و النهار،
كلشي يكون مضبوط الاخوان، حاولوا ما ديروا شي خطا في لي فور زانفورماسيون ديالكم. داكشي اللي عندكم في لو سي في هو اللي تحطوه في الفورمولا باش يكون داكشي منطبق متطابق. اش فين كانت يعني البلد المغرب طبيعي الحال، لان لا فوا اكسبريس راه انترناسيونال عندهم فروع جميع البلدان. بروفيل هنا كنلقاو بروفيل سيتياسيون فاميليال، لا اسمحوا لي سيتياسيون اكتويل، واش كتقلب اون ريشيرش كتقلب على امبلوا ولا في اكتيف يعني دير واحد لابوز يعني حاليا دير بوز يعني من بعد هذا باش تبدا الخدمه. في باسيف اون بوست اولا خدام نديرو حنا اون ريشيرش يعني مهمه كنقلبو على خدمه. اكسبيريونس هنا واش اتيديون متمدرس ولا متمدرسه جون ديبلومي، يلا خديتي الدبلوم ديالك ولا يلا ساليتي الفورماسيون ولا عندك عام من عامين ولا 3 سنين حتى 5 سنين 10 سنين حتى 10 سنين حدا حتى 6 سنين حتى 10 سنين ولا 11 عام فما فوق. نديرو حنايا نجريو العام حتى العام. نيفو ديتود نيفو باكالوريا باك بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 ولا بلس 5 فما فوق. نديرو هنايا عندنا باك ليتابليسمون فين بلس لو ديبلوم ديالي نديرو كما تعامل عبد الله. هنا كنلقاو تيب دو فورماسيون، واش باك ولا بي او بي ولا بي تي اس ايكول دانجينيور ولا ايكول دي كوميرس ولا فورماسيون كونتيني او لا فورماسيون سبيسياليزي ولا لونيفرسيتي ولا اوتر. نديرو حنا باك. هنا قالو لينا ديكريفيو فو اون كيلكو لين، عرف راسك بعد سطور. هنا غادي تكتب واحد الفقرة اللي هي صغيرة اللي عندو اللي ما عرفش كيفاش يكتبها يخليو ليا تعليق الاخوان، خليو لي دي كومونتير على حساب كل واحد والتخصص ديالو كل واحد والمجال ديالو. نعطيكم ان شاء الله فكره بخصوص هاد ديكريفي فو اولا نقدر نخليكم واحد لو موديل يعني تخدموا عليه في صندوق الوصف كما ديما. دونك هنا غادي نرجعوا الاخوان لو سي في ولا لا تخدموا موتيفاسيون لو سي في كنكليكيو على هاد على هاد ليكون اللي كتقوم هنايا كيطلعو لينا لي فيشي ديال التليفون وكنختارو السي في كنحطوه مباشرة. دونك غادي نجرب نشوف الى التليفون عندي عامر ما عرفتش غادي تقبل ليا ولا لا. دونك غادي نختار واحد لو موديل نديرو هاد لو موديل فورما وورد مزيان هو تحط بدون اي مشاكل. وغنمشيو لا ليتر دو موتيفاسيون نفس الشيء نكليكيو على الكارو ولا الخانة ونمشيو لي فيشي ونحطو ايضا واحد لو موديل ديال لا ليتر موتيفاسيون مزيان هي تحطات كتبان لكم من تحت ولا فوتو. دونك هنا دايرين لنا فوتو خصكم تحطو لا فوتو. دونك غادي نقلبو على شي فوتو ونحطوها فوالا لا فوتو هي حطيناها. بالنسبه لا فوتو خصها تكون فورما، هانتوما لاحظوا معايا مزيان الله يجازيكم بخير نقرب لكم شويه الشاشه. لا فوتو خصها ضروري تكون فورما جي بي جي، هاهي تكون فورما جي بي جي باش تقبل لكم. إذا ما كانش بهاد الفورما راه ما غاديش تقبل. بالنسبة للي سي في راه خص يكون دائما فورما وورد أولا بي دي إف، راه كيبان لكم أنا دوكيمو يا إما وورد ولا بي دي إف. إذا خوتي حنا عمرنا المعلومات كاملة، كل ما كيتعلق ب لا ديموند ستاج ولا أمبلوا ليطا سيفيل سيفيليتي و البروفيل وكلشي كامل عمرناه. إلا كنتو كتعمرو من التليفون غترجعو الشاشة لليسار باش تعمرو هادشي اللي باقي على اليمين، راه ما كيظهرش دابا خصكم ترجعو الشاشة عمرو هادشي اللي في اليمين خليه كيبان ليكم حاليا. ملي تساليو سيرو دفعو الشاشة لليسار باش يبان ليكم البروفيل حتى هو عمرو. وما تنساوش هاد المكان اللي فيه كاتبين ديكريفيفو يعني باش تعرفو راسكم بعد السطور هنايا كيما قلت لكم غادي نخليكم واحد لو موديل ان شاء الله في صندوق الوصف. اذا خوتي من بعد ما كملنا الملء ديال الاستماره غادي نمشيو نكليكي على اونفوي باش نصيفطو الطلب ديالنا مباشره شركه لافوا اكسبريس. غنكليكي على اونفوي بسم الله. الو بالنسبه لادريس ايميل قالوا لي خصني انا درت لا كوبي كولي، راه دائما الاخوان حاولوا تكتبوا لادريس ايميل بالكلافي ما تحاولوش ديروا لا كوبي كولي، ديروا اوف دومبلوا
لا 132@gmail.com. فوالا دونك انا كتبت على الكلافي غادي نكليكي من جديد على انفوي. هاي نفس لي ميساج ما عرفتش علاش اوفر دومبلوا 132@gmail.com. سي بيزار ما عرفتش علاش. دونك غادي ندير ادريس ايميل اخرى حتى دي ديجا كنت جربت بها تسجلت بها من قبل. هلا دخلت ادريس ايميل اخرى كنظن واقيلا حتى انا ديجا تسجلت بهاد الادريس ايميل حتى ما تقبلاتش. Veuillez vérifier le format des champs suivants. Adresse email. خربتنا القضية صراحة. gmail.com. Voilà, envoyé. Attends, cette ligne a l'adresse email. Il est d'abord que ça lui a ni cool chi. Voilà, I am chat. Le mouchkil, le goulet comme une nation mouchkil à l'ichouan. Et d'un qui m'a l'artou ichouan le message de la confirmation. Le wada. Votre demande avait été envoyée, un talab bien même chose, un email de confirmation vous a envoyé. Donc, c'est pour nous avoir l'email de confirmation, votre email bien là. Alors, je me cherche l'IA, l'adresse email. Donc, le horof, c'est une icône sahara, c'est sahara, c'est une icône sahara. Qui m'a dit, je m'en ouvre. Alors, il y a un sahara, c'est une emploi 2022@gmail.com. Je m'en ouvre. C'est une icône minuscule. C'est minuscule. إلا كتبتي حرف واحد ماجيسكول هادشي اللي درت في الاول. الحرف الاول إلا كان ماجيسكول ما غاديش تمشي. حاولوا ديروا الحروف كامله مينيسكول كلشي يكون صغير باش طلب ديالكم يمشي. اذا مزيان كيوقع لنا الاخطاء باش حتى نتوما وقع لكم نفس الخطا تعرفوا المشكل فين كاين. اذا خوتي تبارك الله عليكم صيفطوا الان طلبات ديالكم وكنتمنى لكم التوفيق في هذا النهار المبارك السعيد. جمعه مباركه عليكم كاملين ونتلاقاو في فيديو جديد وعين جديد. ما تنساوش خوتي دعمونا دعمونا باللايك بزاف الله يجازيكم بخير. اللي مازال ما دارش لايك للفيديو وبارطاجيو قدر الامكان مع الاصدقاء والحباب باش كلشي يستافد ان شاء الله. واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش حتى نتوما توصلوا بجديد. خوتي تبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.